بكرة الصبح رح تتقرر عقوبة محمد باشا. احكي مع مولانا يا كمال كيتش، أنا عم يتحسس مني وعم يتقصد يعاندني بكل موضوع. رح أعمل جهدي يا سلطانة، مع هيك ما بظن هالشي ينفع. الاتهامات الموجهة ضده خطيرة، طبعا كله من تدبير رئيس الحرس. هيك وصل اللي بده اياه ودخل الديوان. فكرته عن جد صديقه وبيوقف جنبه دائما، بس طلع ضرره أكتر من نفعه. مرة مصطفى ومرة بيزيد ومرة فاريا، محاصرينه مثل الأفاعي من كل الجهات وعملوه عدوي، وهو ما أنه شايف شيء قدامه. سلطانة، القلب وقت يصير أعمى العيوب ما بتعود تفيد بأي شيء. هو أنا فقدت الأمل. الحقيقة مرة، بس الإنسان لازم يشوفها ويتأقلم معها. سلطانة، الظاهر في شي عم يدور براس حضرتك، يا ترى أنا فيني أعرفه؟ الإخلاص ميزة نادرة الوجود بزماننا، ومن دون شك قيمتها كبيرة، لأنه الشخص القوي مثل الشمس الكل بيدور حواليه بهالحالة، بس لما تتخلى عنه القوة وتنطفي الشمس، أول مين بيتركه هن أقرب الناس. ومع هيك أنا في حوالي ناس بوثق بإخلاصهم والحمد لله، مثلك يا كمال. وقبل ما ابني يحترق ويحرق معه الدولة ويحولها لرماد وكرمال العيلة الحاكمة مستقبلها، عرش السلطنة لازم يتغير. يعني عقوبتي الأعدام. السلطانة قسم تخلت عنك وما أنقذتك يا محمد أباظة، وهلأ إجا وقت الحساب. مفكر بهالشي اللي عملته انتقمت لأبوك؟ يا خسارة، بما أنك اعتبرت أمورك الشخصية أهم من الدولة، فكون متأكد راح تكون آخرتك أسوأ من آخرتي بكتير. مو بس لأبي، انتقمت لكل المظلومين يلي أكلت حقوقهم. يكون موتك أبشع من موتي بكتير.
اليوم مراد قتل واحد جديد من رجالي، الله يرحمه. آمين.